شوقي فين يا صفاء؟ والنعمة ما أعرف حاجة عنه يا أمو زياد. انطقى يا بت. أقسم بالله ما أعرف عنه حاجة، من ساعة ما سمع إن الحاجة اتمسكت وهو فص ملح وداب، ومن ساعتها لا اتصل ولا حتى ظهر. مش قلتلك الواد شوقي هو اللي مدور الحوار ده كله؟ ماشي يا صفاء، بس لو عرفت إن أنت عارفة مكانه وبتحوري عليا هبكيكي على عيالك، وأحسن لك تقولي له يجي بنفسه بدل ما اروح اجيبه من قفاه وازفه في الحاره كلها. حاضر حاضر والله يا اختي. اما بقى بالنسبه للننوس ابنك اللي بيلعب تحت ده، انا هاخده معايا رهن لغايه اما ابوه يظهر. لا عيالي، لا عيالي ذنبهم ايه؟ ابوهم ابن كلب دلو نجس، ذنبهم ايه ولادي؟ ايه انا كانت امي ذنبها ايه؟ ابوس رجلك، بلاش عيالي، ابوهم مستوي القلب عليا وعيالي ما لهمش ذنب.